نطلب الله الشفاء من هذا الداء، يسري في العظم وفي اللحم بدون إناء، كيف ترق المشاعر وكيف ذاك الشفاء باء. نعم، من الله نطلب الشفاء، مرض يغزو العظم فكيف كان ألم بهناء، كيف ترق مشاعري وأرفع كفي بالدعاء. نعم، اهلا وسهلا بالمهندس والكابتن المبدع الاستاذ جميل، سعيد بوجودك وسعيد جدا بوجودي مع الاستاذ الملهم كعادته الاستاذ محمود عبد الجواد، دائما يتحفنا بما هو جديد، دائما يتحفنا بما هو مميز. حقيقه اي لقاء مع هذا الانسان باذن الله نجد جميعا ما يفيدنا. حقيقه كم أنا سعيد هذه الليلة بتواجدي في هذا اللقاء المميز، تأملات فلسفية في النور الظلام يقدم هذا اللقاء ناظر وقف غادة أمل التطوعي الأستاذ محمود عبد الجواد. نرى هذه السيرة العطرة للأستاذ محمود عبد الجواد، نرى البنرات الجميلة حقيقة اللي تميز فيها، نرى هذه الجمال طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم بالخير وأدام عليكم ثوب الصحة والعافية. اليوم أمسيتنا راح تكون غير اكتشاف النور اللي فينا، يعتبر عيد ميلاد أمسيتنا السنة اللي فاتت في أفاغارديا، كانت يوم 29 نفس الشهر فنفس المكان، بعض الأشخاص كانوا متواجدين فكنا نتحاور عن خارج الصندوق، فاكرينها؟ مين حضر معانا خارج الصندوق؟ مين خرج من الصندوق؟ ولا أحد، زي ما أنتوا. حكيم يمثل الفلسفة، باحث يمثل التوجه العلمي. لنبدأ بالتأمل في مفهوم النور والظلام في الفلسفة. النور يمثل المعرفة والإدراك، بينما الظلام يرمز إلى الجهل والخوف. كيف ترى هذه الثنائية في سياق مرض السرطان؟ أعتقد أن النور هنا هو الفحص المبكر والوعي. عندما تكتشف المرض مبكرا يضيء الطريق امام العلاج، بينما الظلام يتمثل في التاخر عن الفحص مما يزيد من احتمالات النتائج السلبيه. ادخل جوه تشوفه اكثر. صحيح، قد ما تتعرف عليه قد ما تحس حتلاقي طريقك يعني. بس نحن نخاف من السرطان صح؟ اكيد. ايش يخوفنا من السرطان؟ الالم. ها؟ العلاج؟ الالم ماساه. الموت؟ هل هو السرطان موت؟ هو الجهل والنور هو الوعي. فالإنسان مهما كان في حياته في جهل حيكون في ظلام، مهما كان الإنسان بصحته وبعافيته ولا كان في سقم في جسمه، لو كان في وعي حيكون في نور. تفسير النور والظلام هو داخل من الشخص نفسه، هو المسؤول الأول من غير ما يتأثر بأي شيء حوله. نعم، في ظلمات الثلاث طفل بين أحشاء كان هناك بات،
وبصرخة خرج وقال آهن آهات، هذا خبيث يزهش العظم واللحم بدون شتات. هو المرض الخبيث هذا محبة الله، وهو الشهيد بهذا المرض. نعم نعم، فكيف لا نرفع الكف ونقول لله ذاك هو الشفاء من مرض يدعو البلاء. نعم، طفل جنين بين الأحشاء في ظلمات ثلاث يخرج بصرخة بعد طعام وشتات. السلام عليكم. أمي الله يرحمها أصيبت بالليوكيميا، مرض في الدم. لما توفت بسكتة قلبية، توفت يعني حتى ما تدري عن مرضها، توها بادئة في الحبوب. لكن أنا بحكيكم عني شخصيا، إحنا ليش نخاف من الكانسر؟ لأنه هو شيء مجهول ما قد جربناه قبل، فالإنسان يخاف بطبيعته من الأشياء المجهولة. لكن في أشخاص سبحان الله يصابوا بأمراض أشبه ما تكون بالسرطان، لكن ما هي بألمها. يعني أنا شخصيا أصبت في عيني من كان عمري 15 سنة بتلف، هذا التلف أعراضه شبيهة بالكانسر اللي هي. أحب أقول لكم إن الظلام والنور، النور هو أنه أنت تعرف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لما نستوعب هذه الآية ما في شيء يخوفنا نهائي، والظلام أنه إحنا ما نعرف طريق الله وما نعرف أن الشفاء كله بيد الله. مهم بأهمية النور، نحن لو ما شفنا الظلام ما راح نعرف قيمة النور، ما راح نعرف نور. جزء من إدراكنا للظلام وتعايشنا معاه أنه إحنا نتقبله، أنه نحن نفهم. عندنا مرجعنا ودستورنا القرآن الكريم، الله عز وجل لما وصف النور قال الله نور السماوات مثل نوره كمشكات يعني في قلب المؤمن، وذكر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها. إحنا عندنا تسميات شرعية، فأنا أعتقد أنه لن ندرك أو لن نحسن وصف النور وجمال النور، لن نستطيع إدراكه إلا إذا التفتنا ورانا وشفنا الظلام. وكذلك الحالات النفسية من اكتئاب، وأظن أكثر الناس قد لا يصل للاكتئاب واضطراب القلق العام الذي يحتاج إلى دواء وتدخل علاج سلوكي، لكن يمر بنكسات ويمر بحالات طبيعية. النبي الله عز وجل يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه لا تحزن ولا تكو في ضيق مما يمكرون، آيات كثيرة تدل على أن هذه الحالات طبيعية وصلت حتى لأعظم الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني لما علق عليه الأساتذة والأستاذات، تجاوزا للمعنى الحرفي للظلام والنور، أنا أجد أن هناك معنى أعمق، يعني سواء في حياتنا أو في فلسفتنا للحياة أو في المرض. النور والظلام يشكلان مزيجا من التحديات والفرص. الخبرة زائد المعرفة إيش يساوي؟ زائد الوقت أو على الوقت يساوي الحكمة. مين يحلل لي هذه العملية؟ عشان أنا أكون حكيمة لازم يكون عندي خبرات ويكون عندي information enough، يعني إنه عشان أطلق على أي شخص كان إنه هو هذا الشخص حكيم، إنه خبراته ومعرفاته خلال التجربة اللي مر فيها في حياته حيعطينا خلاصة اللي مر فيها. أنا عندي وجهة نظر يا دكتور بالنسبة للمعادلة. بالنسبة لمجموع الأوحاص نتيجة الحكمة، إن خبرة ومجموع خبرة ومعرفة مقسمة على الوقت ما هي في جميع المجالات. تعقيبي البسيط، بداية جميع التعليقات اللي كانت من الأخوان والأخوة رائعة جدا، أخذنا منها تقدير النعم. في بعض الأحيان يكون في ابتلاءات هي في عمق ظلام الحياة، لكن نخرج منها بنور عظيم يغير مجرى حياتنا كلها. فسبحان الله يكون في ابتلاء قد أنت تشوف إنه خلاص هذه نهاية الحياة وهذه نهاية كل سعادتي. أنا بقول إن الوقت هو السيف اللي بيقطع الحياة كلها من أولها لآخرها. فلما بيكون عند الإنسان بيداوم على إنه يكون عنده خبرة وتكون عنده معرفة بالحياة، لما بتتقسم الخبرة والمعرفة دي على الوقت، فكل ما زادت الخبرة كل ما زاد الوقت، وكل ما استغلينا الوقت عفوا كل ما زادت الخبرة وكل ما زادت المعرفة. هو اكتسب خبرة من دعمه للأصدقاء والتعامل مع الصعوبات، لما انصابوا المرض هو قدر أن يسيطر على أخذ خبرة من هذا المرض. الخبرة، نفترض أنه شخص مريض بالسرطان
مرض السرطان هذا ايش سواله خلال التجربة اللي عانى فيها من السرطان؟ اتعلم عن السرطان، قري عن السرطان، اتعامل مع اصدقائه واصدقائه دعموه، والصعوبات اللي كان فيها قدر يسيطر عليها. هذا ورم سرطاني اكتشفوه عند الانسان بهذا الحجم، هذا ورم سرطان، سويت فحص واكتشف انه عندي هذا الحجم. مرروها عليكم، ايش رايكم انه الورم بدا يتفاحل؟ الورم من هو صغير كبير صح؟ هذا عمل الفحص المبكر. الفحص المبكر برضنا ما زلنا في الفحص المبكر، هو الخط الفاصل في اكتشاف المرض، يا انه عندك المرض ويعالج يا انه بالنسبه لنا الفحص المبكر شيء سلبي، هو بالعكس تماما. انا اشتغل كطبيبه امتياز، وبالنسبه لنا الفحص المبكر هو شيء منقذ، هو بالنسبه لنا دواء، هو بالنسبة لنا شيء ملزم على كل شخص، بالذات كمان إذا أنت أو أنت في عائلتك في سرطانات في العائلة موجود، مثلا سرطان القولون أو سرطان الثدي، لأنهم هم جين واحد. فمثلا لو قلت والله السرطانات موجودة في الرجال في عائلتنا ما حتصيبني أنا كأنثى، لا، هي الجينات واحدة. ولكن تعالوا نحل مشاكلنا في بداية الأمر، في بداية ما يكون هذه المشكلة بدأت، حيكون أقل تعب نفسي وأقل تعب جسدي، وحتى المخاطر اللي تتعرض لها سواء كانت الأسرة العائلة حتى الذات يختلف تماماً، إن نكتشف هذا الشيء مبكراً وعلاجه مبكراً، ويختلف تماماً إن نكتشف هذا الشيء متأخر ونعالجه متأخر. وجدت عنده تولة اللي هي حقة العود بيتحط فيها العطور، وجدت عنده تولة بس فيها حبة بركة، أنا لفتت انتباهي، شفت التولة هذه، فما أبغى أطول عليكم حقول بشكل مختصر، فهو حس إن أنا مستغرب يعني إنه ما فيها عطر فيها حبة بركة، قال لي أستاذ خليل حقول لك قصة، مو إن واحد قال لي حقول لك قصة لأبويا، يعني مباشرة من أبويا اللي صار معه هذا الشيء. صحيح المعادلة دي ولا الاختيار يساوي الفرصة العلاجية في القيمة الشخصية ناقص المخاوف والضغوط؟ ما تكون احنا اخترناها، ما تكون احنا اخترناها، احنا اخترناها. لا، هذا اللي اقول الانسان سبحان الله خلق الله خير، هذا انسان اصيب بالسرطان فالاختيار حقه العلاج. يمكن انت انسان قوي، انا انسان ضعيف، لازم يتقوى. المعادله الاولى هو هذا لازم يتقوى، بترجع لنقطه انه مو لازم يكون في قيم شخصيه. المعادله الاولى ادتني القوة وادتني فهم المرض، ترك نفسه على المسكنات العادية وعلى الأشياء البسيطة وقال أنا مع الله، إن أردني شفيت إن ما أردني شفيت. هل هذا نعتبره هو إنسان يتهرب من الفرص العلاجية، أو إنه إنسان هو اختار إنه ما بيدخل في المعمعة حقت العلاج دي، لأنه هذا العلاج صعب يعني بيوصل بعض الناس لحالة الانهيار، لأن إحنا ما عندنا وعي كافي قبل العلاج، ما نوعي المريض ايش الاثار الجانبيه للعلاج، كيف انا قبل لا ادخل في مرحله العلاج اقوي نفسي. التعافي بشكل رهيب، يعني كل انسان سبحان الله كل انسان عنده معيار، هذا المعيار يتحرك يزيد وينقص، اذا كان عنده ثقه كبيره من الله، حكمه من الله. فنحن يقيننا بالله زي ما تفضلت الاستاذه سماح، يقيننا بالله هو اللي يشفينا، هذا اول شيء. العلاج سبب، رشدة الطبيب سبب، ما هي علاج. أيها النور إن لقيت محمودا فقد لقيت شعاع الخير مشهودا، لقد لقيناك في شوق وفي لهف، وقد رجعنا وقد طيبتنا عودا. الله يديك العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ هي أيوه. سعادة. بس ما حد ها؟ قال الامتنان، امتنان الامتنان بنفسه. بس حابب نستفيد من حاجه المرحوم الله يرحمه، حابب نستفيد منك
ايش الخلاصه اللي انت ايش كانت تقول؟ ايش هل يعني عالجت بجميع العلاجات الممكنه؟ قبل المصريين القدامى قبل 1600 سنه هم اللي اكتشفوا مرض السرطان، اكتشفوه على اساس انه ما هو سرطان، هو تقيحات في الجلد، جراحه، فكانت الجراحه جدا بدائيه، ما هي مواكبة للوضع اللي نحن فيه. الحمد لله نعمة وخير كثير من الله. هذا ورم الأطفال، 5 أورام تصيب الأطفال جماعة الخير. لازم الأمهات يعني دائما عند الاستحمام يشوفوا حالته الجسدية كيف، يشوفوا إذا في خمول، في تقرحات في الجلد. فالخلية السرطانية دائما بنتوءات زي الكابوريا. الخلية سوزان عندها جمعية للسرطان، هي اللي ابتكرت الشعار هذا وعلقته على، سوت مسابقة وعلقته لكل واحدة فائزة ومنتصرة على المرض. مع الملهم الأستاذ محمود عبد الجواد، طبعا كعادة الأستاذ محمود لقاء جميل، لقاء ثري، لقاء ماتع. الشيء الجميل في اللقاءات حقت الأستاذ محمود إنه دائما تجد فيها حوارات الكل يشارك، وهذه ميزة. ما طابت الدنيا إلا بطيبة يطيب كل من طاب فيها، يفوح الطيب في أرجائها مسكا. فيا رب طيب كل من فيها. طبعا شكرا من القلب إلى الملهم المبدع الصديق الأخ محمود عبد الجواد، ناظر وقف غادة أمل وشفاء. حقيقة استفدنا منه الكثير على مدار 3 سنوات أو أكثر عندما أسس هذا الفريق التطوعي، عندما كان بالسابق في مظلة جمعية التنمية الأهلية بقباب المدينة المنورة. حقيقة والله ما قالوا الأخوان وما نزيد عليهم، لكن بداية ونهاية من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. شكرنا أيها الملهم حقيقة، وكل لقاء حقيقة من في جميع السنوات الماضية إلى يومنا هذا، ما شاء الله في المعلومات وفي انتقائك للمواضيع. الله يمسيكم بالخير جميع، أثريت عقولنا وأثريت المكان يا أستاذي الكريم. والحقيقة يعني انطباعي الأول هو لأول مرة أحضر لهذا المكان، كان لي الشرف. أنت اللي نتعلم منك، وإحنا قطرة في بحر عطائك والله. أنا وشي سعيد صراحة بتواجدي مع الهامات والقامات، وإلهامك الثري اللي دائما مثل هاللقاءات الثرية اللي تجمعنا أول شيء بشخصك الكريم وبالحضور الكريم، الله يعطيهم العافية. لكن نحتاج أيضا الوعي، نحتاج الثقافة، نحتاج كيف اليوم نحافظ على أسرنا من خلال الوقاية والوعي. طيب السلام عليكم، يعطيكم العافية، شكرا على حضوركم جميعا، وطبعا شكر مقدم للوالد الله يجزاه خير إن شاء الله على هذه المبادرات. وطبعا يعني الشكر برضو موصول إليه لاهتمامه في هذه الفئة من المجتمع اللي تقريبا يعني تقريبا شبه معدوم فيها الاهتمام من ناحية طبية في هذا الشيء. شكر جدا عالي للحضور، شكرا للتفاعل، شكرا لطرح الأفكار. بس أنا حبيت أني أحط نقطة بس كده يعني تقريبا في نص الحوار. السلام عليكم. طبعا هذه أول مرة أحضر فيها اللقاء لعمي، ما أقدر أقول بس الأستاذ، عمي الأستاذ محمود بن جواد. مرة مبسوطة صراحة طبيعة اللقاء، إنه في نقاش والناس كل واحد يعني بيدي خبرته وبيدي معلوماته في هذه المواضيع. بالنسبة لي أنا السعادة شوية ممكن تكون سلبية، لأنه إحنا ممكن نعتمد عليها، إذا هي موجودة يعني فهذا الشخص كويس، لكن إذا ما هو سعيد فهذا شخص غير إيجابي. أنا بالنسبة لي أشوف أن السعادة هو شعور لحظي والإطمئنان أفضل بكثير. أشكر جميع الحضور من الأخوة والأخوات، أنا فعلا أول مرة أحضر دورة كل شخص ترك بصمة، كل شخص من الحضور فعلا ترك بصمة، ما أعتقد أنها هتمحى. بس أستاذ محمود الله يعطيه العافية زادني يقينا بأنه فعلا إحنا
كأشخاص خلقنا مسيرين في هذه الدنيا في ابتلاءاتنا في أمراضنا، لكن أبداً ما احنا مخيرين في أخذ العلاج. شكراً جزيلاً أستاذ محمود على هذه الأمسيات اللي بتعطينا تحفيز وبتعطينا فرصة للتبصر داخل النفس. لقاء جميل جداً، وموضوع النور والظلام ده هو فعلاً دائماً النور دائماً يكون في الإنسان موجوداً. الإنسان اللي هو حابب إن هو يشوف النور حيشوفه، حيشوفه في كل زاوية في كل ركن مهما كانت الدنيا مظلمة من حوله. أما الإنسان طبعاً هذا لازم يكون إنسان إيجابي أو عايش بالإيجابية. طيب يعطيكم العافية جميعاً. حننهي إحنا اللقاء إن شاء الله، بس نحتاج نوزع الشهادات. دكتورة أمل، دكتورة أمل حمدان. هذا طبعا لملخانة بن قافية، مشكورين أستاذ محمود. هتستلمها زميلة نوف السناني. الأستاذ نوف برضو درع تستاهل نوف، الله يعطيها العافية. صحيفة غرب، مين من صحيفة غرب؟ الإعلام الأستاذ عبد الله العمري، ولا ما شاء الله اليوم. نادي الفريق الإعلامي السعودي. هنوزع الشهادات الآن. أستاذ زياد. زياد منير الحجالي. برضو لصحيفة المصداقية. منصة فعاليات المدينة. الأستاذة منال. الأستاذة منال. طيب الأستاذة الإعلامية منال السالم. صحيفة روافد برضو الأستاذة منال. برضو منصة فعاليات المدينة عند الأستاذ منال. سحر. جزاكم الله خير. الله يعطيك الف عافية استاذ محمود. نشكر لكم الامسية الرائعة. الله يعطيك العافية. تسلم. هذا ثاني واحد. شكرا. الله يعطيك العافية.
نشكر أستاذ محمود، نشكر الحضور الكريم. نحن عايزين عن شكركم يعني على الفرصة اللي اديتونا هي في المقهى والمكان الرائع. الله يعطيكم العافية. الله يسعدك يا رب. يا جماعة يا شباب. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. طبعا سعيدة اليوم بحضوري في هذه الأمسية. حقيقة دائما دائما أستاذ محمود متألق في طرح أمسيات الثرية للمجتمع، يعني زي ما شاهدنا اليوم ما شاء الله تبارك الله تحدث عن الفلسفة ما بين النور والظلام من حيث الأمراض اللي دائما تتكبل على الناس مثل مرض السرطان، كيف يكون فيها الفحص المبكر وما إلى ذلك من أمور تتعلق بأهمية تسليط الضوء عليها. هذه القنوات اللي حاب يتواصل، الله يديكم العافية وسررت بكم جميعا ويبارك فيكم إن شاء الله. وأتمنى أنكم استفدتم، أتمنى أن المحاور دي أثرت عليكم وتخرجوا من هنا وأنتوا تفحصوا مبكر. طبعا شاكرة ممتنة لهذا اللقاء معكم، وأيضا شاكرة ممتنة لهذه الأمسية التي طرحت اليوم وأثرت الجميع. شكرا لك.